تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. الخامسة والدقيقة الخامسة باستوديوهات ميدي أم بطنجة، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي نهاية كل أسبوع يومي السبت والأحد على أمواج ميدي أم، برنامج استوديو الرياضة بعد مجاز الخامسة إلى حدود الساعة السادسة تقريبا، مساحة زمنية لتقريبكم من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية في هذا العدد. نسعد بأن يرافقنا مخرج ويرافقنا في هذا العدد مخرج العدد زميلنا حمزة هنا في الأستوديو لخدمتكم مستمعين الكرام، زميلي علي صلاح الدين محدثكم الحسن جابري. مساء الخير علي. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre émission Studio Sport, parler sport sur Média. Nous sommes ensemble pour une heure afin de retracer l'essentiel de l'actualité sportive au Maroc et dans le reste du monde. Une actualité marquée bien évidemment par un événement continental qui se dispute sur le sol marocain. Il s'agit bien évidemment de futsal Hassan, la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé cette semaine. كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، الحدث الرياضي الأبرز منذ الخميس الماضي وإلى غاية ما تم الأسبوع القادم. المنتخب الوطني المغربي يبحث عن الحفاظ على لقبه الذي أحرزه في آخر نسختين من تم تأكيد التفوقه قاريا في منافسات كرة القدم داخل القاعة تحت قيادة الناخب المغربي المؤطر في ضمن مؤطري الفيفا في كرة القدم داخل القاعة هشام دقيقة. المنتخب المغربي الذي استهل على النحو الأمثل مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على منتخب أنغولا بخمسة أهداف لهدفين، نرصد ما ميز حتى حدود اللحظة مباريات البطولة، نرصد أيضا ما ينتظر المنتخب المغربي في ظهوره ثاني هذا المساء أمام منتخب غانا في طريق البحث عن تأهل إلى الدور الثاني مبكرا. كل ذلك رفقة موفد ومبعوث ميديا لتغطية البطولة بالعاصمة الرباط الزميل وديع أحتي، نتحدث عن المنتخبات المغربية. خيبة أمل لدى المنتخب المغربي للسيدات، كان على بعد 90 دقيقة من أجل التأهل إلى الأولمبياد علي، لكن في نهاية المطاف نقول سوء الحظ عانده بعد الفوز ذهابا في زامبيا أمام المنتخب الزامبي بهدفين لواحد، انهزم بهدفين لصفر وتبخر أو تأجل ظهور منتخب سيدات المغرب في الأولمبياد. Effectivement, ça reste ouvert, mais on pensait que justement cette équipe marocaine avait fait le plus dur avec cette victoire en déplacement. Ça n'a pas été le cas. Le Maroc a été battu pour le match retour à domicile, défaite 2-0, qui ne permet pas à l'équipe marocaine de retrouver le tournoi olympique de football féminin lors des Jeux olympiques de Paris cet été. On écoutera à ce sujet Anissa Al-Hmari, très marquée par cette élimination, à l'image de toutes les joueuses et le staff marocain qui avait misé sur ce tournoi olympique de football, mais ça ne sera pas possible. On pensait que cette équipe marocaine aurait pu atteindre le tournoi féminin des Jeux Olympiques après cette belle épopée en Australie et en Nouvelle-Zélande. On rappelle que la sélection marocaine féminine avait atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine pour sa toute première participation à la phase finale. Ça n'a pas été le cas pour les Lions de l'Atlas qui vont redoubler d'efforts, pourquoi pas, pour retrouver les sommets du football mondial, football toujours Hassan et plus précisément au Maroc avec cette Botola Pro Inouï qui reprend ses droits avec une belle affiche au programme du week-end. الجولة الخامسة والعشرين أول لقاء يضع في هذه الأثناء المغرب الفاسي ويوسفية برشيد، والصراع يحتدم من أجل التنافس على اللقب، الصراع الثنائي بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي. الجيش المتصدر سيكون في اختبار صعب مساء اليوم بعد أقل من ساعة من الآن أمام فريق الوداد الرياضي الجريح، اللقاء الأول لفريق الوداد رفقة المدربه الجديد عزيز بن عسكر، فيما
فريق الجيش الملكي يبحث عن أكيد انتصار جديد يقربه من التتويج باللقب والحفاظ على لقبه. سنقرأ في معطيات التي تجرى في هذه المباراة. فريق الجيش الملكي الذي غاب عن التنافسية في الآونة الأخيرة، لقاؤه أمام فريق نهضة بركان عن منافسات سدس عشر نهاية كأس العرش تأجل. منافسات البطولة احتجبت لترك المجال لفسح المجال لإجراء مباريات كأس العرش. هل من شأن ذلك أن يؤثر على فريق الجيش الملكي؟ نقرأ في ذلك. وفي مباريات هذه الجولة، صراع المقدمة بين الجيش والرجاء. الجيش ينزل ضيفا على فريق الوداد الرياضي بداية من السادسة من هذا المساء بملعب البشير بالمحمدية. في انتظار اللقاء الآخر دائما على ذات الملعب غدا، الرجاء الرياضي الوصيف يواجه شباب المحمدية. كيف يعني ننظر لي أو نقرأ هذه المباريات؟ سيحضر معنا في عدد اليوم الدولي المغربي السابق اللاعب السابق لفريق الوداد والجيش الملكي مراد فلاح. بعيدا عن كرة القدم نتحدث عن رياضات التحمل علي في هذا العدد، عن موعد ربما يتابعه الجميع، ماراثون الرمال في نسخة جديدة والسباق من أجل العداء الأكثر تحملا في هذه الدورة. Effectivement Hassan, c'est une course mythique qui est organisée au Maroc et qui a débuté hier. Ça se poursuit durant 6 jours, 6 étapes et c'est l'épreuve la plus longue de l'histoire de la compétition. On écoutera Zaki Lahbabi qui s'occupe du marketing de la promotion de ce marathon des sables, une édition qui réunit plus de 900 athlètes et plus de 58 pays différents sont présents bien sûr à cette édition du Marathon des Sables qui se poursuit donc pendant les 4 jours à venir. Ça a commencé hier et bien sûr on en parlera durant cette édition de Studio Sport. أكيد في كرة القدم أيضا جولة في أبرز ما يميز المنافسات البطولات الأوروبية التي قد تعلن أول المتوجين في البطولة الخمس الكبرى. فريق باير ليفركوزن في الدوري الألماني على بعد يعني مباراة واحدة، فوز واحد في المباريات المتبقية. غدا في هذه الدورة يلعب مباراته عن هذه الدورة 29 أمام فريق فيردر بريمن. في حال تحقيقه للفوز سيتوج بلقبه الأول في البوندسليغا بعدما تمنع اللقب عن دخول خزائنه. أيضا صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي الثلاثي أرسنال ليفربول وأيضا مانشستر سيتي في هذه الأثناء. أيضا ريال مدريد في الدوري الإسباني يخوض مباراته أمام فريق ريال مايوركا. وهذا المساء أيضا برشلونة ينزل ضيفا على كاديش في وقت سابق. أتلتيكو مدريد تغلب على جيرونا. عين أيضا على منافسات بطولة الماسترز للغولف، أحد أبرز الأحداث الرياضية عالميا، والصراع الثلاثي بعد نهاية اليوم الثاني من التباري بين المصنف أول عالميا سكوتي شيفلر أيضا الفرنسي برايزن دوشامبو الذي قدم يوم أول مميز جدا، وماكس هما في انتظار ما ستحمله منافسات اليوم الثالث. من دون إطالة مستمعينا الكرام نفتح أولى ملفات عدد اليوم، منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة ورحلة المنتخب المغربي في الحفاظ على لقبه. استهل بنجاح بالفوز في اليوم الأول من التباري على منتخب أنغولا بخمسة أهداف لهدفين في انتظار ظهوره الثاني مساء اليوم أمام منتخب غانا. نفتح الخط مباشرة لموفد ميديا إلى الرباط لتغطية البطولة في هذه النافذة. زميل وديع أحتي، وديع أهلا ومرحبا بك. مساء الخير زميلي حسن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام في هذه الفسحة الزمنية الخاصة بشكل مباشر من هنا من جنبات قاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، القاعة التي احتضنت افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في نسختها السابعة يوم الخميس المنصرم. من دون شك الأنظار كانت متجهة حسن صوب حفل الافتتاح الذي أكد
أكد مرة أخرى بأن المغرب بات جاهزا لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى من حجم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. من دون شك كان هناك حضور جماهيري غفير أثت جنبات قاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وبالتالي يمكن القول بأن التفاعل كان إيجابي سواء مع حفل الافتتاح أو أيضا مع المباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد أنغولا والتي انتهت بتفوق الأسود بخمسة أهداف لهدفين. كان أيضا هناك حضور للعديد من الشخصيات البارزة في حفل الافتتاح على رأسهم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وأيضا فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. من دون شك كان حفل افتتاح قصير المدة ولكن كان غني بالعديد من الفقرات الثقافية سواء بصبغة مغربية خالصة أو حتى بأنغام إفريقية. الأهم في حفل الافتتاح هو أنه كان متميز ولقي إعجاب الجماهير المغربية الحاضرة، إلى جانب أيضا رئيس الكاف باتريس موتسيبي الذي أكد بأن المغرب بات يلعب دور كبير ومحوري في تطوير كرة القدم في إفريقيا. قبل الغوص حسن والمستمعين الكرام في تفاصيل المباراة الأولى للأسود ضد أنغولا والمباراة الثانية المرتقبة مع المنتخب الغاني، دعونا نبدأ بردود الفعل التي استقيناها بعد نهاية حفل الافتتاح والتي ركزت بالأساس على دور المغرب في تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى. دعونا نستمع مستمعينا الكرام لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي. It always makes me very happy to be back home because أنا سعيد جدا لقدومي إلى المغرب بيتي وبلدي الثاني. أشكر المغرب على حسن الضيافة وتنظيم الرائع ومساعدته الدائمة لكرة القدم الإفريقية. أشكر الملك محمد السادس والجامعة على كل ما يقدم من أجل إفريقيا. Government of Morocco and our king and what they do for football in Africa. كان هذا إذن رئيس الكاف باتريس موتسيبي الذي كما ذكرنا يلعب دور كبير اليوم في القارة السمراء من أجل تطوير ممارسة الكرة في القارة الإفريقية. الآن نتحول إلى تفاعل الجماهير المغربية مع المباراة الافتتاحية يوم الخميس المنصرم. كان حضور كبير من كافة الأجناس وكافة الأعمار والكل حضر حفل الافتتاح وأيضا ساند النخبة المغربية في المباراة الأولى ضد أنغولا انتهت بتفوق الأسود بخمسة أهداف لهدفين. استقينا ردود فعل بعض الجماهير المغربية التي أعجبت بشكل كبير بحفل الافتتاح وعبرت أيضا عن رضاها بأداء النخبة المغربية بقيادة هشام الدقيق. دعونا نستمع لردود فعل الجماهير المغربية. كان حفل افتتاح جد مميز، كان تنوع ديال الثقافات، كان واحد المقطع على مدينه الرباط عرفوا بها الناس اللي ما كيعرفوهاش، مدينه الانوار بالمعالم ديالها التاريخيه والاثريه. كان واحد الحفل صغير فيه الثقافه المغربيه، الثقافه ديال القناوه. المنتخب دار اداء جد جيد، لعبوا في المستوى، المنتخب لعب مزيان تبارك الله عليهم. كانت نتيجه 5-2 وان شاء الله يحافظوا على اللقب ونشوفوهم في مباريات اخرى. بالنسبه لاداء النخبه الوطنيه فالحمد لله كان جميل خصوصا في الشوط الثاني. بالنسبه للشوط الاول كل شيء لاحظ الركون ديال المنتخب الانغولي للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتده اللي ربكات شيئا ما النخبه الوطنيه، لكن في الشوط الثاني المنتخب الوطني قال الكلمه ديالو. نتمنى ان شاء الله يمشيوا على نفس المنوال حتى الوصول ان شاء الله الى المقابله النهائيه والظفر باللقب ان شاء الله والتتويج في البلاد ديالنا ان شاء الله. خصوص أول مباراة وكمباراة افتتاح تبارك الله الدراري كانوا في أعلى مستوى. كانت مباراة في الأول صراحة يعني كانت يعني يسودها بعد غموض، لكن من بعد الحمد لله هشام دقيق عرف كيفاش يرجع في المقابلة. نواصل مستمعينا الكرام إذن هذه الفسحة الخاصة من هنا من الرباط، والحديث الآن عن الجوانب المرتبطة أساسا بمباراة المغرب وأنغولا. المباراة الأولى التي كما ذكرنا انتهت بتفوق المنتخب المغربي. المنتخب المغربي هو حامل اللقب في النسختين الماضيتين وأصبح من دون شك اسم قوي على المستوى القاري وأيضا العالمي. مباراة الأولى أمام أنغولا لم تكن سهلة وخاصة في الشوط الأول
الذي وجد المنتخب المغربي صعوبات كثيرة على مستوى الوصول وصناعة أيضا الفرص الذهبية، على الرغم من نهاية الشوط الأول بهدفين لهدف واحد، لكن في الشوط الثاني تحسن مردود النخبة المغربية واستطاع أن ينهي المقابلة في النهاية بخمسة أهداف لهدفين. دعونا في هذا الإطار مستمعينا الكرام نستمع لردة فعل هشام دقيق مدرب النخبة المغربية. نداز الشوط الأول يعني بدينا تنتعرفوا عليهم، أعطينا بعض التوجيهات اللي يعني كتبقى خاصة بالفريق ما نقدروش نقولها هنايا، لكن الأهم شيء هو أننا تعرفنا عليهم وغيرنا بعض الطرق وشفتوا يعني كانت موجة من الفرص كثيرة وكثيرة بزاف. مسألة عادية، اللاعبين ديالنا واخا كنلعبوا مباريات كثيرة ما كنلعبوش قدام هذا الجمهور، كاين رهبات البدايات، تسرع، اللاعبين باغيين يديروا شي حاجة، دخلوهم في الحماس اللي كان زائد، شفتوا الشبكة خاوية واللاعب بغى يسجلها وضربها الفوق، هذه كلها مسائل اللي حاولنا نمتصوا بهدوء، والحمد لله أنا كيهمني أنه ندير الفرص، هذا هو أهم شيء عندي، ماشي تكون عندي المباراة متوازنة ما تنوصلش الشبكة. أبخي ملي كتبقى تضيع ولا لا تضيع بواحد السهولة، هذيك المسائل غادي تحسن من بعد ما فيهاش إن شاء الله. إذن كما يعلم الجميع هشام دقيق منذ مدة يعمل على إيجاد جيل جديد من اللاعبين الشباب، وبطبيعة الحال محاولة الانسجام مع عناصر الخبرة كالسفيان المسرار وبلال البقالي يوسف جواد والعديد من الأسماء البارزة منذ سنوات في كرة القدم داخل القاعة المغربية. في هذا الإطار وفي ردود الفعل بعد مباراة أنغولا والمغرب نستمع لسفيان مسرار عميد الأسود. كما شاف جميع مقابلة كانت صعيبة الشوط الأول، استطعنا أننا نصحوا الأخطاء من بين الشوطين وتركيز قدام الشبكة، الحمد لله غنلعبوا عارفين كاع المباريات غيكونوا صعاب بحكم أننا حامل لقب، كاع المباريات ما عندهم ما يخسروا غيلعبوا بكاع القوة ديالهم، خصنا نركزوا نلعبوا مباراة كل على أنها نهائي، والحمد لله لما لا نخليوا اللقب إن شاء الله في المغرب إن شاء الله بإذن الله. دائما مستمعينا الكرام نواصل رصد ردود الفعل، هذه المرة مع أنس العيان الذي برز بشكل كبير في هذه المباراة ووقع هدفا ضد المنتخب الأنغولي. في البداية المات كما شفتي كان صعب بزاف، اي فرقة هنا تقدر تفاجئك، والانغولا راه منتخب وبلاد ديال كاس العالم، في المات الاول عرفنا كاين ديما الضغط حنا فابوري ولكن هادي كرة بدينا خاسرين، ومن بعد بالخدمة ديال هشام دقيق راه رجعنا في المات والحمد لله بالامبيونس وبالتوفيق ديال ربي رجعنا في المات. إذن بالنسبة للنخبة المغربية مستمعينا الكرام الأهم تحقق وهو النقاط الثلاث، أهمية النقاط الثلاث في المباراة الأولى من دون شك ستساعد النخبة المغربية في قادم المباريات. المباراة الثانية ستكون إذن مساء هذا اليوم ضد المنتخب الغاني، غانا الذي خسرت المباراة الأولى ضد زامبيا بخمسة أهداف لهدفين، وبالتالي الفرصة ستكون مواتية أمام أبناء هشام دقيق للعبور بشكل مبكر إلى المربع الذهبي لحساب هذه المجموعة الأولى. كانت هناك حصة تدريبية أخيرة يوم أمس، بطبيعة الحال من خلالها تم التركيز على كل الأمور التكتيكية والبدنية وأيضا التقنية. دعونا نستمع للأجواء وآخر التحضيرات التي طبعت آخر حصة تدريبية للمنتخب المغربي في سياق التصريح التالي لإدريس الرئيس الفني. كيف ما كتعرفوا منتخب الغاني اللي انهزم في المقابلة الأولى، يعني المقابلة عنده مصيرية يبغي يقدم فيها كل شيء، يعني مقابلة ما تكونش سهلة. الحمد لله احنا مركزين باش نحققوا الانتصار الثاني على التوالي قدام الجمهور ديالنا وفي الأرض ديالنا إن شاء الله. دائما مستمعينا الكرام في إطار رصدنا لكل صغيرة وكبيرة هم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في هذه الفسحة الزمنية الخاصة بشكل مباشر من الرباط، دعونا الآن نتوقف القراءة التقنية لمردود النخبة المغربية في المباراة الأولى ضد أنغولا، وأيضا الحديث عن مباراة غانا المرتقبة مساء اليوم بداية من الساعة 8 مساء. للحديث من دون شك عن كل الأمور التقنية كان لنا اتصال بالمدرب المغربي والخبير الدولي في كرة القدم داخل القاعة عزيز اليمني. سيد عزيز، أكيد بأن المباراة الأولى أمام أنغولا لم تكن سهلة خاصة في الشوط الأول، في نظرك ما الذي دفع المنتخب المغربي إلى الظهور بوجه دعنا نقول متوسط في الشوط الأول وبعد ذلك ردة الفعل
جاءت في الشوط الثاني. بالنسبة لمقابلة المنتخب الوطني مع المنتخب الأنغولي واللي الحمد لله خرجنا فيها منتصرين، والعناصر الوطنية بشكل عام كانت متحكمة في أطوار المقابلة ما عدا بعض الصعوبات اللي لقيناها في الشوط الأول وخصوصا بداية الشوط الأول، وهذا راجع لكونها المباراة الافتتاحية وهذاك الضغط اللي كيكون ذهني ونفسي على اللاعبين، وحنا لاعبين في بلادنا مع الجمهور ديالنا اللي الحمد لله جاء بكثافة وأزر المنتخب الوطني منذ بداية اللقاء إلى آخر اللقاء، وكذلك المنتخب الأنغولي اللي هو منتخب قوي ومنتخب ما عنده ما يخسر، جاء لعب قدام بطل النسخة السابقة المستضيف والثامن عالميا، والمنتخب الأنغولي كيتوفر على عناصر جيدة اللي عندها إمكانيات فردية مهمة، واللقاء الأول والأهمية اللقاء الأول خرجنا فيه منتصرين وخدينا 3 نقاط اللي هتساعدنا باش ندوزوا إن شاء الله على رأس المجموعة. طيب عزيز مومني، أيضا سؤال تطرحه الجماهير المغربية المتابعة لكرة الصالة هو كيف تابعت أنت اندماج الأسماء الشابة مع عناصر التجربة في هذه النسخة 7 من الكان؟ من الأشياء الإيجابية أن المقابلة عرفت إدماج أسماء شابة كتعيش أجواء الكان لأول مرة وأبلوا البلاء الحسن بمساعدة العناصر اللي عندها خبرة، وكذلك توجيهات طاقم التقني على رأسهم الناخب الوطني اللي كان عرفوا عليه أنه كيخدم من أجل الحاضر وكيوجد الخلف المستقبل. طيب النخبة المغربية مقبلة إذن على مباراة هامة مساء اليوم أمام غانا، في نظرك كيف يجب التعامل خاصة من الناحية النفسية وضغط الجماهير مع مباراة غانا الثانية؟ المباراة الثانية إن شاء الله تكون عندنا مع المنتخب الغاني، اللاعبين يكونوا متحرين فيها بشكل أكبر، شيء اللي غادي يساعد الكتيبة ويساعد اللاعبين كلهم باش يقدموا لنا هذاك الأداء اللي يولفوا الجمهور. المنتخب الغاني غادي يدخل بحماس زايد، وخصوصا أنه خسر المقابلة الأولى مع المنتخب الزامبي، لكن ما يقدر شيء يجاري الإيقاع ديال المنتخب الوطني اللي كنتمناو ليه التوفيق إن شاء الله أداء ونتيجة. وفي سؤال أخير الإطار عزيز اليومني، نتحدث لتقريب المستمعين الكرام أكثر من رياضة الفوتسال، ما هي الأمور التي تجعل من اللاعب موهوب وفعال خاصة في الخط الأمامي لكرة القدم داخل القاعة؟ بالنسبة للفعالية أمام خط المرمى كاين مجموعة من العوامل متداخلة، منها ما هو نفسي وذهني وهو المؤثر الرئيسي اللي عانينا منه ضد المنتخب الأنغولي، وأما ونيفو تكتيك فيزيك تكنيك الحمد لله ما عندنا شيء إشكال ولا مشكلة من هذا الجانب، لأن الناخب الوطني كيقوم بانترافاي سبيسيفيك انديفيديوال كيكون على طيلتنا داخل مركب محمد السادس. شكرا لك إذن عزيز اليومني الإطار المغربي والخبير الدولي في كرة القدم داخل القاعة لكل هذه التوضيحات. إذن حسن والمستمعين الكرام، نكون بهذا قد بلغنا نهاية هذه الفسحة الخاصة المباشرة من هنا من استوديوهاتنا في جنبات قاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من خلالها توقفنا عند كل النقاط التي تهم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي أيضا شاهد للتذكير فقط دخول المنتخب المصري التنافس بشكل متميز، فوزه في الديربي أمام ليبيا برباعية نظيفة وقدم مباراة متميزة، ومن دون شك المنتخب المصري يبقى المرشح الثاني بعد المنتخب المغربي لتتويج باللقب. لا أدل على ذلك أن النخبة المغربية والمصرية التقت في نهائيين ماضيين والغلبة كانت للمنتخب المغربي، نتمنى هذه المرة أيضا أن يبتسم اللقب للنخبة المغربية وتحقيق اللقب الثالث ومعادلة مصر من حيث عدد الألقاب. بهذا حسن ومستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الفسحة الزمنية المباشرة من الرباط، عودة إليك حسن باستديوهاتنا بطنجة. شكرا زميلنا وديع أحتي على هذه النافذة التي خصصناها للحديث في هذا الجزء الأول عن منافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 24 و2000 المنتخب المغربي الذي كان استهل الخميس الماضي مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على أنغولا 5 أهداف لهدفين، هي نفس النتيجة التي كان تفوق بها منتخب زامبيا على منتخب غانا في نفس المجموعة الأولى في المجموعة الثانية أمس الجمعة.
مصر تغلبت على ليبيا في المباراة أحد أبرز القمم في كرة القدم داخل القاعة إفريقيا بأربعة أهداف لصفر، فيما منتخب موريتانيا تغلب على منتخب ناميبيا بخمسة أهداف لأربعة. هذا المساء المنتخب الوطني المغربي أسود القاعة يواجهون منتخب غانا من أجل تحقيق والبحث عن تحقيق فوز ثاني تواليا يضمن التأهل إلى الدور القادم، فيما منتخب زامبيا يواجه منتخب أنغولا. بالتوفيق للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة ولأشبال الناخب المغربي. هشام أدقيق، بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية الجزء الأول من البرنامج. في الجزء الثاني نفتح ملف كرة القدم المغربية، منافسة البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول ومباريات الجولة 25 في سباق التتويج باللقب بين الجيش والوداد، الجيش الذي يلعب بعد أقل من نصف ساعة أمام فريق الوداد في لقاء الكلاسيكو الرجاء غدا أمام شباب المحمدية. تكرموا بالبقاء معنا. الخامسة ودقيقة 35 باستوديوهات ميدي أم بطنجة، نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام بكل من التحق بنا اللحظة في الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد الحديث في الجزء الأول على منافسات أمم إفريقية لكرة القدم داخل القاعة ولقاءات المنتخب المغربي. بالأساس الفوز الافتتاحي على أنغولا ولقاء هذا المساء أمام منتخب غانا. نفتح ملف البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، منافسات الجولة 25 والمنعرج الأخير في سباق التتويج باللقب الذي بات ثنائيا بين حامل اللقب المتصدر الحالي الجيش الملكي ومطارده المباشر فريق الرجاء الرياضي، فيما صراع البقاء يحتدم بين مجموعة من الأندية: شباب المحمدية، شباب الرياضي، سوالم مولودية وجدة، ويوسفية برشيد الذي يلعب في هذه الأثناء في افتتاح الجولة بفاس أمام فريق يوسفية برشيد. للحديث بالأساس عن لقاء الكلاسيكو وصراع الصدارة بين الجيش والرجاء، لقاء الكلاسيكو بين الجيش الملكي وفريق الوداد الرياضي، يسعدنا أن نستضيف في هذا العدد صديقنا مراد فلاح اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي لفريق الوداد الرياضي الذي توج معهما باللقب البطولة بألقاب عديدة أيضا الدولي المغربي السابق. سي مراد أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أخي حسان، وعيد مبارك سعيد على جميع المغاربة والمغاربيين، ونتمنى أنكم تكون بخير وعلى خير أنت وطاقم ميديا. كل بخير إن شاء الله، نتمنى تكون بخير أيضا سي مراد جميع المستمعين. نعود وتعود منافسات البطولة الاحترافية في المنعرج الأخير بلقاء الكلاسيكو هذا المساء بعد حوالي 25 أو 24 دقيقة بالذات من الآن على أرضية الملعب البشير بالمحمدية. الجيش من أجل فوز يقربه أكثر من اللقب، الحفاظ على اللقب، فيما الوداد في سباق البحث عن الذات، عن نفض غبار التواضع الذي بدأ عليه في المباريات الأخيرة في أول لقاء لعزيز بن عسكر أمام فريق الوداد الرياضي. كيف تتوقع هذه المباراة وهذا السجال التكتيكي بين عزيز بن عسكر والمدرب نصر الدين نابي؟ أولا أول مقابلة تجمع فريقين كبيرين، مقابلة لن تكون سهلة أخي حسن، على خصوصا على الطرفين معا. نعرف أن مقابلة الكلاسيكو دائما تكون فيها مفاجآت، تكون فيها حركة تنيدية كبيرة لنظرة لقيمة وعراقة الأندية للوداد الرياضي ولا الجيش الملكي. صحيح أن الوقت الحالي فريق الجيش الملكي يتمتع واحد القوة وكذلك بفريق يتوفر على فريق قوي، وهذا دليل على النتائج ديالو الإيجابية وتصدر ديالو الترتيب. كذلك جميع إحصائيات تؤكد أن الجيش الملكي أقوى فريق في المغرب السنة الثانية على التوالي، بالتالي الوداد سيكون أمام مقابلة صعبة. صحيح تغيير وقدوم عزيز بن عسكر اللي أتمنى له بالمناسبة مشوار موفق مع نادي الوداد الرياضي ويستحق هذه الفرصة. عزيز بن عسكر إطار ممتاز ذو أخلاق عالية، أظن أن عزيز بعد القدوم دياله يمكن يكون هناك واحد تحفيز معنوي ودعم بالنسبة للاعبين أنهم يقدموا مقابلة جيدة، خصوصا أن الوداد الرياضي بعد الجمهور العامة دخل مرحلة تجديد
وتغيير وبناء مشروع السنة المقبلة. وعزيز يشرف على هذه البداية هذه، بالتالي كنظن أن مقابلة لن تكون سهلة للطرفين معا. أكيد مقابلة لن تكون سهلة للطرفين معا. لتذكير مراد وأيضا المستمعين الكرام، تشكيل فريق الجيش الملكي في هذا المباراة: مهدي بن عبيد، مرور، صوابي، مفيد، إيمانويل، إيمانيوشينوي، العربي الناجي، حريمات، عميد الفريق زحزوح الهبطي، حمودان، وإيجمان في الخط الأمامي، فيما تشكيل فريق الوداد الذي اعتمده عزيز بن عسكر المطيع في حراسة المرمى: فرحان، حركس، شتي، عملود، صرغات، لاعب الموريتاني بون عمر، دراوي، بوهراء، ونجم، واللاعب النيجيري أوغنس في خط الهجوم. كل فريق ربما يلعب بتشكيله المثالي نقول في هذا المباراة، بالرغم من استمرار غياب أكيد عميد فريق الوداد الرياضي جبران. كيف تتوقع في ظل هذا الأسماء، خصوصا فريق الجيش الملكي اللي غاب على التنافسية لمدة طويلة، المباريات الرسمية، مباراته في كأس العرش أجلت أمام فريق نهضة بركان، فريق الوداد بالمقابل خرج من منافسة كأس العرش، ما شكل مفاجأة بالنسبة لجماهير الفريق التي كانت تراهن على كأس العرش الذي لم يتوج به الفريق الأكثر من عقدين. هذه الأمور ممكن أن تؤثر على فريق الجيش الملكي بالأساس، خصوصا غياب التنافسية المباريات الرسمية لمدة طويلة. طبيعة الحال الغياب التنافسي لمدة شهر تمام الكمال يكون عنده تأثير من ناحية الإيقاع، وحتى من ناحية الإيقاع عنده علاقة بالمنسوب اللياقي. كنظن أن الجيش الملكي رغم إجراء مقابلة ودية مسلسلة لن تعوض الإيقاع المقابلات الرسمية. الوداد رغم كما قلت لك المقابلة ديال الكلاسيكو لا تعترف بمكانة والفورمة الحالية للفريقين، لأن كيكون فيها ندية، كيكون فيها كذلك انتظارات كبيرة من طرف جماهير الفريقين معا، لأن جوج ديال الفرق الأكثر تتويجا، الفرق اللي عطات شيء كثير وعطات اسم كبير لكرة القدم المغربية على الصعيد القاري، بالتالي مقابلة عند خصوصية ديالها. أنا الحمد لله كان لي شرف أنني جريت مقابلات عديدة لا من طرف الوداد الرياضي لا من التحق في الجيش الملكي. دائما المقابلات كتكون تتسم بواحد القوة ولا تعترف بالنتائج ديال الفريق، يعني الفريق الأكثر تركيزا هو اللي غادي يمكن له يفوز بالمقابلة. هناك تقدم طفيف للجيش، ولكن الوداد بعد التغييرات اللي تقامت بها لا عن طريق المكتب لا عن طريق الطاقم التقني، تظن أن حتى اللاعبين وصلتهم رسالة بأن هناك تغيير حتى يشمل حتى اللاعبين، تغيير غيكون جذري، بالتالي من يستحق حمل قميص الوداد الرياضي عليه أن يبرهن ابتداء من المقابلة التي ستجرى بعد قليل. تماما. فريق الجيش الملكي للإشارة الذي لم يضع إلا نقطتين منذ بداية النصف الثاني من الموسم، يعزف لحن الفوز، يحلق من فوز لآخر منذ الجولة 16 بالفوز على فريق شباب المحمدية، وحده التعادل مع منافس المباشر على اللقب فريق الرجاء الرياضي يضيع عليه العلامة الكاملة في النصف الثاني من البطولة، علما أنه الفريق حصد هزيمتين هذا الموسم، تعادل في 4 مرات وفاز في 18 مناسبة، يجمع 58 نقطة في الصدارة. الهزيمتين كانت أمام الاتحاد الرياضي التركي بهدفين لواحد، والهزيمة أمام فريق أولمبيك آسفي، يعني بعد باعتبارك لاعب سابق للفريقين أيضا مؤطر دربتي مجموعة من الفرق، التعامل مع غياب التنافسية، تحفيز المجموعة، الحفاظ على هذا الحافز من أجل التتويج، وإن كان الحافز أكيد يعني متواجد دائما على اعتبار أنك فريق في الصدارة وتلعب من أجل يعني التتويج باللقب الثاني تواليا، لكن الحفاظ على هذا الأمر مع غياب التنافسية لمدة شهر كامل، ماذا يتطلب، ماذا يكون المدرب مطالب به من أجل الحفاظ على قمة الجاهزية، خصوصا وأنه منعرج حاسم للجيش
وفريق الوداد يلعب من أجل أقول الحفاظ على هيبة الفريق، من أجل البحث على المركز الثالث يؤهل الموسم القادم المنافسة الإفريقية، على اعتبار أن التتويج باللقب ولاعب دوري أبطال إفريقيا شبه مستحيل. بالنسبة للحفاظ على التنافسية والإيقاع اللاعبين بعد الغياب على المقابلات الرسمية دي مدة، بالنسبة للطاقم التقني هو أنه دار برنامج فيه مقابلات إعدادية هي الوحيدة اللي كتخليك أنك تحاول تحافظ على الإيقاع ديالك، ولكن كنعرفوا أن إيقاع دي المقابلات الحدية رغم القيمة ديال الخصم اللي غتواجهه ما كيعوضكش على المقابلات الرسمية، وبالتالي ضروري ضروري ان الطاقم التقني دار اللي عليه، لا ديال الوداد لا ديال خصوصا ديال الجيش الملكي اللي غابوا مده طويله، داروا مقابلات، بالتالي الطاقم التقني دار اللي خصو لي ديماغش اللي خصهم يداروا باش انه يحافظوا اللاعبين على المستوى اللياقي ديالهم، وكذلك الاطار المعد البدني كنعرفوا ان الجيش الملكي كيتوفر على معد بدني سي حسن المعزوز اللي كيتعتبر من احسن المعدين البدنيين في داخل البطوله المغربيه، بالتالي كنظن ان الجيش ما غيتاثرش من ناحيه اللياقه البدنيه، كنهضر هنا على ايقاع المقابله. اما اللياقه البدنيه فريق الجيش الملكي قوي، حتى ان الخصوصيه ديال المقابله كنظنش ان غادي نشوفوا واحد تاثير غيكون كبير على الجيش الملكي، لانه مقابله كتخلي ان الناحيه ديال تحفيز اللاعبين كيكون سهل على الطاقم التقني انه يحضر هذه المقابلات الناحيه الذهنيه، لانه مقابلات كبيره هي محفز ذاتي للاعبين، وبالتالي كيسهل على الطاقم التقني انه يشتغل على الجانب الذهني ديال اللاعبين. المؤشر اللي خصو يكون الان بالنسبه للطاقم التقني هو انه كيف انه يقدر يحافظ على دوك لي زوتوماتيزم ديالو بنفس الايقاع باش انه يقدر يخلق مشكل الفريق الخصم الوداد الرياضي، والعكس صحيح بالنسبة حتى الوداد أنه كيعرف الجيش الملكي حق المعرفة، كيعرف نقاط القوة دياله ونقاط الضعف دياله، واش غيستطع أن الوداد رغم فترة الفراغ اللي كيمر منها، كاين تكلمنا في بداية ديال الحلقة أن الوداد أنا كنظن أن الوداد ديال اليوم غيكون مختلف، لأن كاين مرحلة جديدة، كاين مشروع جديد، حتى أن اللاعبين اللي عندهم عقود بداخل الوداد كيحسوا الرؤوس ديالهم، لأن غيكون تغيير جذري. من يستحق اللاعب وحمل قميص الوداد الرياضي عليه أن يبرهن أمام فريق قوي كالجيش الملكي، لأن الوداد ولا الجيش الملكي هادو مقابلات اللي كيكونوا مقابلات اللي اللاعبين اللي كيستقدموهم كيخصهم أنهم يكون عندهم القدرة أنهم يتعاملوا مع مثل هذه المقابلات، باش أن تكون عندك تكون عندك كما كنقولوا ان تكون عندك انك تقدم اوراق اعتمادك في هذه المباراه من اجل الاستمرار مع الفريق، انك قادر تلعب في الجيش ولا الوداد، بالتالي هذه المقابلات هذو خصنا نشوفوا لاعبين يعطيونا طبق كروي ممتاز. تماما ذلك ما نتمناه، نترقب هذا الموعد، وفريق الرجاء ايضا عينه على هذه المباراه من اجل يعني معرفه مساره في هذا البطوله، يتخلف باربع نقاط عن المتصدر الجيش الملكي فريق الرجاء، عكس فريق الجيش الملكي خاض منافسه كاس العرش، خاض مباراتين تاهل لدور ربع النهائي، فاز على فريق اولمبيك اسفي في دور سدوس عشور النهائي، وتاهل بعد ذلك لدور الربع على حساب فريق شباب المحمديه، غدا يواجه مجددا فريق شباب المحمديه هذه المره في منافسات البطوله. كيف ترى فريق الرجاء؟ صحيح الفريق الوحيد الذي لم ينهزم هذا الموسم، لكن في بعض المباريات قد يندم ربما على بعض التعادلات. لقاء الرجاء غدا امام شباب المحمديه، كيف تتوقعه مراد؟ هو إعادة المقابلة دي كأس العرش، فريق الرجاء صحيح أنه يحتل المرتبة الثانية بواحد فريق دي 4 نقاط اللي كيخلي الجيش عنده واحد الهامش الخطأ أكبر، حتى أن الجيش اللي يمكن إذا تعرض لشي لا قدر الله لشي نتيجة سلبية عنده في نيتي تارك، ولكن 4 نقاط فارق مع الرجاء الرياضي ماشي شي حاجة لي كبيرة، خصوصا أن الرجاء الرياضي فريق اللي هاد السنة هذه بعد الإعادة ديال بناء فريق جديد، شفنا في السنة الماضية كان فريق اللي ما شرفش وما حققش نتائج إيجابية، وحتى الجمهور ديال الرجاء ما كانش راضي على الأداء،
السنة هذه بدء مكتب جديد، كذلك تعاقدات جديدة، مدرب، إدارة تقنية جديدة. بالنسبة لي مشروع ناجح جدا باش تكون بداية ديال السنة الأولى ديالك، ورغم الإكراهات اللي كنعرفوا الإدارية والمالية اللي عند الرجاء، كنشوف الفريق في الرتبة الثانية، باقي ما هزم حتى شي مقابلة، كيقدم أداء جيد جدا. كنظن أن الرجاء ما غاديش يحط يده حتى المقابلة ديال غدا مع شباب محمدية، غادي ينتصروا فيها، لأنه شباب محمدية كنعرفوا أن عنده مشروع ديال اللاعبين اللي باقي ما عندهمش واحد التجربة، رغم أنهم كيقدموا أداء جيد جدا مع نور الدين الزياتي ولا مع راشيد هوكي سابقا، ولكن ما عندهمش الخبرة باش أنهم يقدروا يوقفوا فريق الرجاء الرياضي. كنظن أن متأكد أن المنافسة غتستمر ما بين الرجاء والجيش لآخر الدورات، لأنهم هادو جوج الفرق اللي عندهم إمكانية باش ينافسوا على اللقب. فريق الجيش الملكي صاحب أفضل خط هجوم هذا الموسم 53 هدف، فيما فريق الرجاء صاحب أفضل خط دفاع لم تتلقى شبكه إلا 13 هدفا حتى حدود اللحظة. شكرا لك مراد على مشاركتنا، على مشاركتك لنا في هذا العدد، أكيد نسعد دائما بتواجدك معنا، نلتقيك إن شاء الله فرصة قادمة قريبة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مراد. شكرا أخي حسن، ودوري دائما ما أكون سعيد تواجد داخل ميديا راديو، لأنه محطة اللي فتحتنا الأبواب ديالها بداية ديال لاكاريير ديالنا، ودائما نكون رانا إشارات الميديا. نحن أسعد ومرحبا بك دوما مراد. كانت هذه نافذة على منافسة البطولة الاحترافية زميلي علي، خصوصا هذا السباق المثير على تتويج باللقب بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي. أكيد سنتابع لقاء الكلاسيكو الذي سينطلق بعد حوالي 10 دقائق من الآن بين الجيش الملكي وفريق الوداد المستضيف على ملعب البشير بالمحمدية، ذات الملعب الذي سيستضيف غدا لقاء الرجاء الرياضي المنافس على اللقب امام فريق شباب المحمديه. effectivement de belles oppositions et un sprint final qui s'annonce passionnant au Maroc entre l'équipe des Phares de Rabat qui est bien partie pour conserver son titre et le Raja de Casablanca. On aura un élément de réponse dès ce soir, voir comment les Phares vont se comporter avec une opposition face à l'équipe qui a le plus marqué les esprits ces dernières années au Maroc. Il s'agit du Wydad de Casablanca qui jouera en plus donc face à cette équipe des Phares de Rabat. Pour ce qui est des autres rencontres de la soirée, le FUS de Rabat s'apprête à recevoir l'Union de Touarga, un derby de la capitale à partir de 18h, et puis le Hassania d'Agadir va recevoir le Mouloudia d'Oujda à partir de 20h. On continue de parler de l'actualité du football marocain, cette fois avec cette triste nouvelle qui a été annoncée cette semaine avec cette élimination de l'équipe marocaine féminine aux portes des Jeux Olympiques et du tournoi de football féminin, alors qu'on pensait que les Lions de l'Atlas avaient fait le plus dur avec une victoire à l'aller contre la Zambie 2-1. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Elles n'ont pas pu confirmer à domicile avec une défaite 2-0 face à la Zambie, qui ira donc défendre ses chances lors des JO de Paris. Une contre-performance qui a attristé les joueuses, a effondré à la fin de ce match à l'image d'Anissa Lahmari à la fin de ce match marqué par cette élimination. C'est comme ça, on a tout donné. Vous avez vu le match qu'on a fait là-bas, vous avez vu le match qu'on a fait ici. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire à part finir peut-être nos occasions, mais les filles, elles ont tout donné. Anissa Lahmari, متحدثة عن هذا الإقصاء، أكيد إحساس صعب أنك تعبر بعد هذا الإقصاء، خصوصا بعد نتيجة مباراة الذهاب، لكن على المنتخب المغربي، على المدرب خورخي فيلدا أن يعيد شحن البطاريات لهذه المجموعة. هناك كأس إفريقيا سيحتضنها المغرب، يطمح المنتخب المغربي وسيدات المنتخب المغربي أن يعتلين لأول مرة عرش كرة القدم الإفريقية بالتتويج باللقب. أكيد يجب أن يستمر العمل عليه. Effectivement, puisque elles ont montré de belles choses durant ces dernières années, pourquoi pas un futur meilleur pour ces Lions de l'Atlas qui s'apprêtent bien sûr à défendre les couleurs du Maroc pour les prochaines échéances. Ça ne sera pas du côté de Paris, mais pourquoi pas pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et les prochaines Coupes du Monde. Allez, on s'attaque au dernier volet de cette édition de Studio Sport. On prend le sud du Maroc pour parler marathon des sables à 38e
38e édition a débuté hier et elle se poursuit pendant 6 jours. La 38e édition s'annonce très difficile car les participants devront parcourir 252 km répartis en 6 étapes. Pour nous parler de cet événement, Zaki Elhababi qui s'occupe de la promotion de ce marathon des Sables qui en est à sa 38e édition. Chaque édition, le Marathon des Sables est un événement quand même assez particulier. C'est une course assez unique. C'est pour rappeler un peu le contexte, c'est une course de plus de 250 km dans la région de Tinriel durant 6 jours et en autosuffisance alimentaire. Donc c'est une course assez exceptionnelle qui est devenue une course légendaire qui se déroule au Maroc maintenant depuis 37 ans et on va faire la 38e édition. Alors pour cette 38e édition du Marathon des Sables, il y aura bien évidemment une édition qu'on annonce plus intense que jamais. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur le parcours ? Ben, il y a eu quelques changements, oui, tout à fait. En fait, elle est toujours la fameuse étape des 80 km. Et normalement, avant, c'était juste une quarantaine de kilomètres après la longue étape. Cette fois-ci, ça va être un peu plus corsé. Il va y avoir deux étapes après la longue étape des 80 km. Donc, le mental et le physique va être mis à rude épreuve durant cette édition de la 38e MDS. Donc, ça va être un peu plus dur. Et je pense aussi mentalement beaucoup plus costaud. Donc, les gens vont devoir aller puiser dans leurs ressources et dans leur force mentale pour passer la ligne finisher. Et ça nous garantit de belles images dans le sud du Maroc. Plusieurs athlètes de différents pays sont attendus. Le plateau sera relevé, comme lors de chaque édition. Qu'en est-il des chances marocaines qui ont souvent brillé au sud du Maroc ? Et ben, les Marocains se partagent le marathon des Sables. On a eu les légendaires frères Lahsen Hansal et son frère. On a les Morabiti. Et il y a aussi la relève, avec des coureurs comme Aziz Yachou, Aziz Alamrani. Donc, les Marocains, occupent le trio de tête. Et il y a une belle relève derrière, tout en sachant qu'après, c'est l'occasion aussi de confronter nos meilleurs coureurs à des coureurs internationaux. Il y en a aussi de pas mal, de bon niveau. C'est vraiment devenu un rendez-vous international avec l'élite des runners en ultra trail dans une course mythique. Donc les Marocains occupent une très bonne place en général. Ils sont minimum les deux premières places, voire les trio de tête. Et d'ailleurs, même chez les femmes, avec Aziza Namrani et Aziza Raji, qui vont aussi courir cette année. Forcément, le plateau va être relevé au niveau marocain. Il y aura de belles équipes. Voilà, donc c'est parti pour ce marathon des Sables qui est considéré comme l'une des courses d'endurance les plus difficiles au monde. Ça se poursuit jusqu'au 22 avril. C'est la fin de cette édition de Studio Sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un nouveau rendez-vous vous sera présenté demain à partir de 17h. Excellente suite des programmes sur Média.